مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الشيخ المحشي. طريقة كتير سهلة وبسيطة وبسطت لكم اياها قد ما فيني، بس كن مستعجلة عم بعمل اكل وما معي وقت ومستعجلة كتير بعملها بهيدي الطريقة. عن جد جربوها كتير رح تنال اعجابكم ورح تنبسطوا فيها وتحسوها عن جد سهلة. هيدا الشكل، شايفين كيف شكلها كتير بشهي ونفس طعمة الباذنجان اللي منحشي حشي، بس بطريقة مبسطة قدمت لكم اياها. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي منقشر الباذنجان، منشيل العرق، منقشرها، هذه كمان عنا هون بجاط باذنجاني قشرتها وقطعتها بهيدا الشكل. بقطعها دوائر، برش عليهم ملح، هذا الملح كله رح ينزل بالمي، بحطهم على جنب حوالي ساعة ليصفي المي من الباذنجان. بعد مرور حوالي ساعة هلأ بدنا نصفي الباذنجان من المي، طلع شوي مي من الباذنجانات كمان، بعصرهم بهيدا الشكل، شايفين عم ينزل مي. شايفين شو نزل ماي؟ بقلي الباذنجان بالزيت الحامي، بس استوى الباذنجانات هلا بشيلهم بحطهم بوعاء بالصينية. بعد ما قلينا الباذنجانات انا وياكم هلا بدنا نكفي الطريقه. عنا هون ملعتين طعام زيت نباتي، ملعتين طعام صلصه البندوره شراب، ملح، ربع ملعقه صغيره فلفل اسود، وربع ملعقه صغيره سبع بهارات، بصله حجم وسط قطعتها بهيدا الشكل، وعنا وقي ونص لحمه مفرومه. بنحط الزيت بالطنجرة، البصلة، بنقلي البصلة على الغاز، بس قلت البصلة بهيدا الشكل هلأ اضيف اللحمة. ضيف الملح والبهارات، بس استوت اللحمة هلا اضيف الشراب، ضيف مي، حطيت 500 ملي مي. رح قطع هيدا قرن الحار وضيفه كمان فوق، انه بيعطي نكهة كتير طيبة. بغطي الطنجرة وبتركن يغلوا مع بعض.
بعد حوالي 10 دقائق بس صار عندنا الخليط بهيدا الشكل ونخلط منيح، غلى منيح. هلا بحطهم فوق الباذنجانات. نفس الوقت عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل، بس بحطهم شوي صغيرة ليغلوا غلوة خفيفة وبنرجع منشيلهم. هذه صينية الشيخ المحشي اللي عملتها أنا وياكم، أخذت معنا بالفرن كمان 10 دقايق. عملتها بطريقة كتير سهلة وبسيطة، هي صينية بس كن مستعجلة بعملها، طريقة كتير سهلة وبسيطة مثل ما لاحظتوا، وعملت عجنب رز. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.